الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عيالي بناتي في هذا البرنامج، برنامج الأطفال يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم عز وجل في دراستكم، وأن تتفوقون في هذه الدراسة وترفعون الرؤوس حتى يفرحون الآباء وكذلك الأمهات يفرحون بكم، وأن تكون هذه النتائج الطيبة ترفعون بها يعني ما يحبه الله سبحانه وتعالى في خدمة دينكم وكذلك دنياكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا يدل على دقة التقليد، شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى. التقليد الذي هو ليس من الدين، ليس من الإسلام، هذا ينبغي علينا أن نبتعد عنه. لا نقلد الغير، نحن لنا شخصيتنا، لنا تميزنا، يجب أن نفتخر بلباسنا الذي فيه الأمر ما يكون فيه الستر، ولا يكون فيه الأمور التي تخدش الحياء. خدش الحياء هذا ما ينبغي. بعض الأحيان تكون هناك كلمات ما هي طيبة، وصور كذلك يعني فيها نوع من الإزعاج، فما ينبغي الإنسان أن يكلف أهله أيضا كذلك الأموال. بعض الأحيان يكون اللبس فيه تكلفة. عموما لا نقلد الغير، يجب أن نعتني بلباسنا الذي فيه الحشمة وفيه كذلك يعني الأمر يعني الذي ينبغي، وهو الزينة، لكن الزينة المعتدلة لا التي فيها المبالغة. طيب، معنا هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب عثمان فيصل رشيدي، حاب أسألك يا شيخ: ما معنى كل إنسان صاحب من الملائكة وصاحب من الجن؟ جزاك الله خير يا ولدي عثمان على هذا السؤال. طبعا كل إنسان له قرين من الجن وكذلك قرين من الملائكة معه على طول. قرين الملائكة يحثه على الخير، وقرين الشيطان يحثه على الشر، وهما معك دائما. ولذلك الإنسان يجب أن يكون مع الملك الذي يعينه على طاعة الله. إذا أراد الإنسان أن ينام، إذا أراد الإنسان أن ينام يأتيه ملك ويأتيه شيطان. الملك يقول له: اختم بخير، والشيطان يقول له: اختم بشر. لاحظ، يأتون، فأنت الآن ماذا تفعل؟ تكثر من ذكر الله. إذا أكثرت من ذكر الله تغلب الملك على الشيطان وطرده، وأصبح الملك يحفظك طول الليل حتى تصبح. طيب، وإذا استيقظت ابتدراك كذلك الملكان يأتونك، فالملك يقول لك: افتح بخير، والجن من الشيطان يقول: افتح بشر. فإذا ذكرت الله عز وجل و
كنت مع الله سبحانه وتعالى في هذا الذكر، تغلب الملك على الشيطان وطرده، وأصبح الملك يحفظك بعد ذلك. إذن كل واحد فينا يا عيالي يا بناتي له قرين، وهذا القرين معك، ويكون هذا القرين إما يأمرك بالخير إن كان من الملائكة طبعا، أو يأمرك بالشر إن كان من الشياطين. نحرص على كثرة الذكر، كثرة الذكر إذا أصبحنا وإذا أمسينا. الإنسان إذا أكثر من ذكر الله ذكره الله عز وجل، فاذكروني أذكركم. فعندما تكون أنت مع الله عز وجل فإن الله يحفظك وييسر أمرك ويجعل أمورك دائما في الخير بعيدا عن الشر. ذكر الله عز وجل عظيم جدا، لأن الإنسان إذا نسى ذكر الله عز وجل نسيه الله عز وجل، وإذا نسيك الله عز وجل ستكون معرض للشرور، سواء كانت هي من الشيطان أو من النفس أو من الهوى. وهكذا يكون الإنسان بعيد عن هداية الله عز وجل وصراطه المستقيم. طيب، هذا هو الجواب على هذا السؤال. طيب، الآن نسمع سؤال آخر. السلام عليكم، الطالب بدر مشعل الظفيري حاب أسأل سؤال يا شيخ، ما هي الأسماء التي لا يجوز تسمى بها؟ جزاك الله خير يا بدر على هذا السؤال. هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. الأسماء التي ينبغي أن يسمي بها الإنسان نفسه لها عدة ضوابط. في أسماء محرمة وفي أسماء مو محرمة لكنها مكروهة. الأسماء المحرمة أن يتسمى الإنسان بأسماء هي خاصة بالله، هذا ما يجوز طبعا. مثلا يسمي نفسه والعياذ بالله بالأسماء التي هي خاصة بالله، كلفظ الجلالة الله أو الرحمن أو القدوس أو الصمد، أو مثلا الأول الآخر، هذه كلها لا تجوز لأن هذه أسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت أن تسمي تقول عبد الصمد مثلا، عبد الله، عبد الرحمن، وهكذا، عبد الأول، عبد الآخر، هذا جائز، لكن لا تسمي بهذه الأسماء التي هي خاصة بالله. كذلك الأسماء التي يعني فيها أيضا تعظيم للمخلوقين، مثلا واحد يسمي نفسه ملك الملوك، هذا ما يجوز، أو أمير الأمراء، هذا لا يجوز. لذلك لابد من أن يكون الاسم بعيد عن هذه التسميات. كذلك من الأمور التي يجب أن لا نسميها وهي متعلقة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، مثلاً واحد يسمي نفسه سيد ولد آدم، هذا ما يجوز، سيد ولد آدم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيبتعد الإنسان عن هذه الأسماء التي فيها الأمور التي ربما يفهم منها أمر عظيم، وهو أنه يعظم نفسه ويشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء يعني مكروهة ما يجوز إنسان يسميها، خاصة أسماء القبيحة أو الأسماء المنفرة. فبعض الناس يسمي مثلا اسمه، أو المرأة تسمي نفسها، خاصة أيضا النساء، بعض أسماء اللي تقولها أو يقولونها عن المرأة أسماء فيها يعني رخاوة، فيها شهوات، هذه يجب الإنسان يبتعد عنها. ولعل الأسماء التي فيها هذه الأمور تعرفونها يعني. لا يسمي الإنسان أيضا نفسه بأسماء الآلهة، ولا يسمي نفسه بأسماء الناس الفسقة الفجرة الظلمة، ما يجوز هذا. الأسماء الحمد لله كثيرة جدا، اختار الأسماء الطيبة. يعني بعض الأسماء واحد يسمي نفسه مثلا ضايع، يعني هذا اسم ما هو طيب. يسمي نفسه مثلا، أو امرأة تسمي نفسها بجمرة، هذا ما يليق هذا.
جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد من الناس وكانوا يقولون فلان عبد الحجر عبد الحجر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يسمونه بعبد الحجر، قال أنت عبد الله، إحنا ما نتعبد إلا بأسماء الله عز وجل. بعض الأحيان تكون بعض الأسماء فيها ذكر لآلهة أو لأناس بعيدين عن الله عز وجل، فكاسم الفراعنة منها مثلا يسمي نفسه رمسيس مثلا، هذا ما يجوز هذا. وهكذا عموما الأسماء منها محرم ومنها مكروه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الجواب. ونخرج إلى الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله بعد قليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم بعد الفاصل في هذا البرنامج، برنامج الأطفال يسألون. معنا هذا السؤال. السلام عليكم، أنا الطالب محمد خالد الحسيني. هذا سؤال لك يا شيخ، ما الفرق بين النبي والرسول؟ جزاك الله خير يا ولدي محمد. طبعا الفرق بين النبي والرسول هو أن النبي يتبع الرسول في الكتاب الذي أنزل عليه، فالرسول عنده كتاب والنبي ليس عنده كتاب، إنما يتبع النبي الذي عنده هذا الكتاب، لكن يشتركون في الدعوة. النبي مأمور ويجب عليه أن يبلغ الدعوة، كذلك الرسول. هذا هو الفرق كما ذكر ذلك العلماء. وطبعا أنبياء الله عز وجل كثير، والرسل أقل طبعا، ولكن كلهم يعملون بما جاء عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لهم هم يفعلون ذلك ويبلغون الناس دين الله سبحانه وتعالى. كل ما يأتينا من النبي فهو من عند الله، أو من الرسول هو أيضا من عند الله، فالمصدر واحد، المصدر هو واحد. ولكن الأنبياء الذين سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام والرسل كذلك لهم طبعا ما يناسب حالهم وما هو من تشريعات الأمم التي سبقت، فيتبعون هذا الرسول. لما جاء الإسلام وجاء القرآن ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام نسخت هذه الكتب كلها، وأصبح الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، فيجب أن يتبع الجميع دين الله سبحانه وتعالى، وأن يدخلون في دين الله عز وجل وهو الإسلام. ما في دين غير هذا الدين، وما في قرآن إلا هذا الكتاب المبارك. أما بقية الكتب فهي محرفة وقد زيد فيها وأنقص منها، فهي ليس فيها من كلام الله عز وجل الصحيح، بل فيها المحرف. وكذلك هذه الكتب يعني ألف التأليف ومنها فيها زيادات في التفسير، عموما لا يقبل إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين النبي والرسول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.